السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أبارك لكم وأبارك لنفسي حلول شهر رجب المبارك، وأسأل الله لي ولكم إن شاء الله أن نوفق للطاعة فيه. محور بحثي الذي أتحدث فيه هو إسهامات الإمام الباقر عليه السلام في الجانب العقائدي. الإمام عليه السلام كما تعرفون له إسهامات كثيرة، الوقت يسع لإلقاء الضوء على نقطة مهمة وأساسية. أنا أعتقد أن كل يعني الإسهامات الأخرى هي مترتبة على هذا الإسهام. السؤال الذي أطرحه في هذه المسألة أنه ما هو حال الشيعة قبل الإمام الباقر عليه السلام، وما هو حال الشيعة إلى يومنا هذا بعد الإمام الباقر عليه السلام؟ بمعنى أنه ما نفهمه اليوم في معتقدنا عن الإمامة، عن النبوة، عن التوحيد، بالأحرى دعائم الإسلام هذه التي نتكلم فيها، ما نفهمه نحن هو عين ما كان يفهم قبل الإمام الباقر عليه السلام، أو أن هناك أمر مختلف؟ قبل أن أبدأ يعني في طرح المطالب، هناك مقدمة أحب أن أشير إليها. هذه المقدمة مقدمة ممكن أن تقتنص من علم الاجتماع، وهي مسألة أنه ذوبان الأقليات في الأكثريات. كيف أنه مجموعة صغيرة من الناس إذا دخلت في مجموعة كبيرة، إذا ما كان لهذه المجموعة الصغيرة بعض الامتيازات التي تمتاز بها، فإن هذه المجموعة بمرور الوقت ستذوب في تلك المجموعة الكبيرة. هذا الذوبان الاجتماعي بمعنى أن المجموعة الصغيرة ستتبنى أفكار، عادات، معتقدات، سموها ما شئتم، للجماعة الكبيرة، وفي نهاية المطاف بعد جيل أو جيلين سينتهي الموضوع إلى أن تصبح هذه الجماعة الصغيرة قد انحلت وذابت في الجماعة الكبيرة. هذه العملية، عملية الذوبان، شخصها كثير من الباحثين بأنها من أهم المحاذير التي كانت تواجه مذهب أهل البيت عليهم السلام قبل الإمام الباقر عليه السلام، وخصوصا بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. هذا يعني الحذر يأتي من أين؟ هناك فكر خاص كان منتشر في تلك الفترة، هو ما يعبر عنه بالفكر البتري. الفكر البتري بمعنى أن الناس لا تستطيع أن تفصل بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين الأول والثاني في مسألة الاعتقاد. لغاية الآن هناك ناس تخشى من هذه القضية لغاية هذا اليوم. هذا الفكر ممتد إلى يومنا هذا بالرغم من كل الإجراءات التي صارت. هذا الأمر، عدم إمكانية العزل أو الفصل بين أمير المؤمنين عليه السلام في الموالاة وبين الأول والثاني، هو هذا المحذور الذي به يعني يخشى من عملية أن تذوب هذه الجماعة التي لا تميز، باعتبار أن ليس لها ميزة خاصة بها، ليس لها قاطعا خاصا يقطعها عن تلك الجماعة. تلك الجماعة تعتقد بأن لا فرق بين الأول والثاني وأمير المؤمنين عليه السلام. على أقل تقدير هذه الجماعة المعتدلة في أيام الإمام الباقر كان الفكر الأموي يقصي أمير المؤمنين عليه السلام تماما، يلعنه، يبرأ منه. هذا المحذور الأول أنه من الجهة الأخرى كان هناك انتشار كبير لهذا الفكر اللي هو عدم التفريق. حتى عندما يسأل في يومنا هذا يقول تلك أمة خلت، كيف توالي هذان المتنافران؟ أنه كيف تقر لأمير المؤمنين عليه السلام مثلا بأنه خليفة وأنه إمام موعود بالجنة، وأن فلان الآخر الذي قتل في معركة النهروان مثلا أو معركة الجمل أيضا قتل بيد
هذا الطرف مثلا فيقال أن هذا في الجنة وهذا في الجنة، هذا الجمع بين المتضادات هذا ما يعبر عنه بفكر بتري. فهذه الفكرة كانت سائدة، ويمكن اقتناص هذه القضية في يعني حوارات أو الأحاديث التي وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه كان مشخصا لهذه القضية. إلا أنه الغريب أنه قد يشخص أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يتقي في ذلك الزمان وهو على سدة الحكم على رأس الخلافة، كان يتقي أن يثير مثل هذه القضية. أقصى ما هناك أن الناس كانت يعني بدأت يعني ترى فصلا بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين معاوية. ممكن أن نفصل في هذه الجهة أن معاوية نقف ضده ونبرأ منه لا خوف ولا ضير، أما الجهة الأخرى فالكل يعرف هذه الخطبة المشهورة التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام، أن هناك تغييرات كثيرة حصلت وحصلت بشكل متعمد، وأن هذه التغييرات التي حصلت أنا في زماني هذا كان لسان حال أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أنا في زماني هذا لا أقوى على أن أغير هذه الأمور. واحدة من هذه الأشياء مثلا قال مثلا هذا مقام إبراهيم عليه السلام، كان في الجاهلية في أيام إبراهيم عليه السلام كان مثلا ملاصقا لجدار الكعبة، ثم في الجاهلية أرجعه إلى هذا المكان، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وآله أرجعه إلى هذا المكان، ثم جاء الثاني وأرجعه إلى ما كان على أيام الجاهلية، هل أستطيع أنا أن أرجعه الآن إلى مكانه؟ ولا أستطيع أن أرجعه. مرة سألتهم أو أخبرتهم أن النافلة لا تصح جماعة، فتصوروا العبارة أن هؤلاء مو أعداء أمير المؤمنين سام، لا، من كانوا من شيعة أمير المؤمنين من جنده. فيقول تنادى أهل عسكري وسنة فلان، بحيث ما هي الثقافة التي كانت سائدة أن هؤلاء من جيش أمير المؤمنين عليه السلام، هؤلاء من أصحابه، وتتصاعد القضية إلى أقرب الطبقات من أمير المؤمنين عليه السلام. فاللحاظ هو عندما تتتبع هذه الحوارات أو تتبع هذه المواقف تستكشف أن هذا المفهوم، مفهوم الإمامة التي هي الرئاسة العامة والمنصب الإلهي، وأن الشاغل لهذا المنصب لابد أن يكون معصوما، ما كان راسخا في عقول جميع من كان من صحابة أمير المؤمنين عليه السلام. وبهذا اللحاظ إذا انتبهنا إلى هذه القضية وأنه ما كانت هذه المسألة راسخة عند الجميع، نستطيع أن نستكشف أو يعني نفهم أنه لماذا يكون موقف فلان مثلا من الإمام الحسن عليه السلام بهذه القسوة، ما هو موقف ابن عباس مثلا عندما يقف لينصح أو ليوجه نصيحة ليقترح على الإمام الحسين عليه السلام، فلان الآخر الذي يأتي ويقترح على الإمام عليه السلام، أو أنه يعارضه في مسألة ما لا يرضى على تصرفه. فهذه القضية يعني يمكن تشخيصها بقوة إذا جئنا بكثير من الصور التي وقعت من اليوم الأول وصولا إلى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، نستطيع أن نشخص أنه كيف كان مفهوم الإمامة في أذهان الناس. أقصى ما يمكن تشخيصه أنه يمكن أن يقال أن هؤلاء كانوا يوالون أمير المؤمنين عليه السلام، يرونه معصوما، المسألة يعني فيها تأمل، يرون أن أمير المؤمنين عليه السلام أن موالاته تستلزم أن يكون هناك براءة ممن يقف بالضد منه تماما. أقصى ما يقال أنهم كانوا يرون أن معاداة معاوية مثلا والوقوف بوجهه هو الوجه، أما للجهة الأخرى فلا. هذا كان يعني النظر في عقيدة الناس، لمن يريد أن يشخص ويمحص يستطيع أن يصل إلى مثل هكذا نتيجة. بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، هذه الرواية التي تقول أنه لم يبقى في الناس إلا ثلاثة على هذا الأمر، بمعنى أنه على هذا الأمر على هذا اللحاظ الدقيق للإمامة، أنه يقر لأهل البيت عليهم السلام وخصوص الإمام المعصوم منهم أنه لم يبقى منهم إلا ثلاثة. واحد من هؤلاء الثلاثة اللي هو أبو خالد الكابولي، عندما نقرأ في سيرته كان يعتقد أن محمد بن حنفية هو الإمام، كان يعتقد أن محمد بن حنفية هو الإمام، والرواية تقول أن محمد بن حنفية هو الذي دله وأشار عليه
قال إن إمامك وإمامي هو علي بن الحسين عليه السلام. فتصوروا هذا اللي هو من المقربين من الحواريين كان نظره ولحاظه بهذه الآلية. هذا طبعا نتيجة التأثير الكبير يعني لثقافة السلطة التي كانت، للأحوال أو الأمور التي مرت في المجتمع في حينها. على العموم، بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ما مر به مذهب أهل البيت يعني يمكن تصويره بهذه المشكلة الأخرى الجديدة التي ظهرت، أنه الإمام الحسين عليه السلام كانت مقبولية كبيرة على أنه من أهل الكساء، أنه ابن الزهراء عليه السلام، ابن أمير المؤمنين عليه السلام. بعد الحسين عليه السلام، هذا المفهوم اللي هو موالاة أهل البيت، الرضا لآل محمد، مفهوم أهل البيت اتسع، يعني أصبح أكثر من منافس في هذا المقام. الناس ترى هكذا، يعني لا يرون ضيرا، المهم أنه يكون من أهل البيت، الموضوع يعني لا بعد لا ضير في المسألة، ومفهوم أهل البيت يتسع أكبر حتى من أن يكون من آل علي عليه السلام، حتى يصل الأمر إلى أنه يدخل العباس بن عبد المطلب وآل العباس مثلا في مسألة أنهم لهم الحق في المطالبة بهذا المنصب اللي هو منصب الإمامة. فالمحذور الثاني أنه من جهة هذا الفكر السائد عند الناس اللي هو الفكر البتري، والدولة التي كانت تعادي أمير المؤمنين عليه السلام وتقصيه اللي هي باعتبار نظام بني أمية، كان دأبهم الكبير هو هذا، أنه اللعن لأمير المؤمنين وإقصاء. هذا محذور. المحذور الآخر الذي ظهر هو المنافسة الجديدة، يعني هناك صار إمكانية لأن يدعي الإمامة شخص آخر مع النص، يعني النص ليس فقط تم التجاوز عليه من أيام أمير المؤمنين عليه السلام، لا، حتى لو أن الإمام الحسين عليه السلام نص على علي بن الحسين عليه السلام، فأن هناك أقرب المقربين ممكن أن يطمع بهذه القضية ويتجاوز على النص. إشارات هسه كثيرة، أن محمد بن حنفي يدعى، البعض يقول لم يدعي بل بالعكس كان في دائرة الإمام. المهم أن هناك طائفة كاملة من الشيعة كانت تذهب إلى إمامته، إن كان هو يدعي أو لا يدعي الأمر يعني الآن يكون خارج البحث. هناك طائفة من الشيعة كاملة ذهبت إلى هذا الاتجاه، ورؤوس كبيرة من الطائفة ذهبت إلى هذا الاتجاه، وأنهم يعني ما يطلق عليهم بالكيسانية، ذهبوا إلى إمامة محمد بن حنفية. والأكبر من هذا أنه يوم توفي ذهبوا إلى الوقف فيه، وأنه هو الإمام المهدي. بدأت هذه العملية، عملية الشقاقات تصبر عندهم. من ثم بعضهم ذهب إلى إمامة ابنه اللي هو أبو هاشم، وأبو هاشم من بعد أيضا البعض رأى أنه هو الإمام عليه السلام، والبعض رأى أنه لا، أن القضية يعني انتقلت من أبو هاشم له هو بشكل شخصي، بحيث ظهر مذهب الغلاة. تلاميذ أبو هاشم أكثرهم هم الغلاة فيما بعد، هم اللي أسسوا هذه المذاهب اللي هي فلان يدعي، باعتبار انقطعت السلسلة لأبي هاشم وليس له عقب. فبنو العباس مثلا تصور يستغلون الفرصة ويدعون أن أبا هاشم قد نقل الإمامة باعتبار أنه لا عقب له، نقلها علما إلى محمد أبو إبراهيم الإمام اللي هو أول بن العباس، فأن خلافتهم خلافة شرعية وانتقلت بالوراثة. وهناك من يقول لا، أن الإمامة ما انتقلت لبن العباس وإنما انتقلت إلى أناس عاديين باعتبار أن السلسلة قد قطعت. عموما هناك محذور آخر اللي هم أبناء الحسن عليه السلام. أبناء الحسن بدأوا أيضا ينظرون إلى هذا المقام ويطمعون فيه طمعا كبيرا ويدعونه بقوة. ما هو العمل الذي جاء به الإمام عليه السلام للوقوف بهذا الطريق لتحديد المسار الصحيح لشيعة أهل البيت، بحيث أنه اليوم كثير من الباحثين عندما نقرأ يقولون أن مذهب أهل البيت بصورته الآن التي بين أيدينا هو مؤسسه الفعلي هو الإمام الباقر عليه السلام، يعني نحن الآن كلها ببركات الإمام عليه السلام، كل ما عندنا الآن من فقه من عقائد من كله ببركته. من أين تأتي هذه الدعوة أنه هو المؤسس لفكر أهل البيت أو لمذهب أهل البيت بهذه الصورة التي بين أيدينا اليوم؟ نقطة مهمة، يعني أنا الآن بس
أذكر لكم رواية ربما هي ذكرت في الجلسة الصباحية، أنا ما كنت حاضر، لكنه هي رواية مهمة تبين أنه كيف كان حال الشيعة قبل الإمام، وأنه ما الذي صار حالهم بعد الإمام، كيف أنهم كانوا قليلا قليلا يذوبون في الناس، وأنهم يأخذون من فقه الناس، يصلون بما يصلي به الناس، يصومون بما يصوم به الناس. لا يعني أنهم ما كانوا يصلون وما كانوا يصومون، كانوا يعتمدون على الناس، لا يرون بأسا في الأخذ منهم. الرواية التي وردت في الكافي أن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، يخبر بهذا الخبر، يقول: وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر، ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس. تقول: ما الذي قام به الإمام عليه السلام؟ المسألة المهمة التي حفظت هذا المذهب إلى هذا اليوم أنه ضد الذوبان أن تكون لك خصوصية قاطعة تمنع أن أن تلتحم مع فلان وتذوب به. في المنطق يعبرون يقولون هذا ما به الاشتراك اللي يعبرون عنه بالجنس، وكون حتى يصير لك تشخص، حتى تصير لك خصوصية، كون أنه يكون عندك ما به الاختصاص، ما به الامتياز. ما به الامتياز هو الذي يمنع من ال من ال من الذوبان. هذا الجنس يقولون إبهام لا تعين فيه، الذوبان هو هذا عدم التعين. الضرورة تكمن في أنه لا بد من إعطاء خصوصية، وخصوصية عقائدية على أساسها يترتب كل ما سيأتي. هذه الخصوصية في رواية من الروايات يذكرها صاحب الكفاية أو شراح الكفاية يذكرونها في باب كفاية العلم الإجمالي في العقائد، أنه تذكر هذه الرواية. أيضا يبين الإمام عليه السلام ما هو حال الشيعة قبل وما هو حال الشيعة في زمانه، كيف تطوروا، كيف صارت لهم الخصوصية. في هذه الرواية الإمام عليه السلام، بعض أصحاب الإمام بعد أن تحدث معه الإمام أراد أن يعرض دينه على الإمام ليرى أنه صحة ما يعتقد، فقال: قلت جعلت فداك فأحدثك بدين الذي أنا عليه. فقال: بلى. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أمرين خب الكل يعرف، التفتوا لهذه القضية. قال: والإقرار بما جاء من عند الله، وأتولاكم وأبرأ من عدوكم، ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكم. فقال: ما جهلت شيئا، هو والله الذي نحن عليه. قلت: فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال: لا، إلا المستضعف. قلت: من هم؟ قال: نساؤكم وأولادكم. ثم قال: أرأيت أم أيمن؟ فإني أشهد أنها من أهل الجنة، وما كانت تعرف ما أنتم عليه. وما الذي يعرفه؟ يعرف فقط هذا الأمر الزائد اللي هو فوق الإقرار بالتوحيد والإقرار بالنبوة، قضية التولي والتبري. كيف دخل التولي والتبري كدعامة من دعامات الإسلام، بحيث الآن عندما يكون هذا المؤمن من أتباع أهل البيت عليهم السلام، ميزته، خصوصيته، كمال دينه لا يمكن أن يكون إلا بهذه القضية، بالتولي والتبري. لذلك كان من أهم الممارسات التي كان يؤكد عليها الإمام عليه السلام، ومنه خرجت، أن زيارة الحسين عليه السلام كممارسة عملية لكل فرد من أفراد أهل، يعني من أفراد مذهب أهل البيت، على كل فرد من أفراد مذهب أهل البيت، إذا أراد أن ينال الثواب العظيم، وإذا أراد أن ينال الأجر العظيم عند الله عز وجل والزلفة الكبيرة عند أهل البيت عليهم السلام، كون يداوم على هذه الزيارة. ما الذي في هذه الزيارة؟ ركنا هذه الزيارة هو التبري من أعداء أهل البيت عليهم السلام جميعا، والتولي لأهل البيت عليهم السلام.
هذه القضية بهذه الممارسة العملية عندما ارتكزت صارت هناك خصوصية. البعض تصور ويعبر يقول بقاء الزيدية وبقاء الإسماعيلية بخلاف باقي مذاهب أهل البيت التي تفرعت أنها كانت من الطائفة أو من الفكر البتري. ما بقي الزيدية إلى يومنا هذا إلا بهذه الخصوصية. وشطر منهم يعني عندما يفرقون بيناتهم الآن يقول هذول جارودية وذول كريبيين. من الذي بقي؟ يقول بقي الجارودية. البعض يقول لا، هذا تأثير رافضة على الزيدية أنهم أثروا عليهم في عقائدهم، لكنه فعلا وحقيقة أنه لولا هذه الخصوصية لذاب في الآخر، لكان عيالا على الناس، امتاز عن الناس. الإمام عليه السلام بعد أن جعل لهم هذه الخصوصية أنهم يتولون ويتبرون أو يتبرون أولا، على عبارة الشيخ الله يحفظه الشيخ الوحيد عنده عبارة يقول البراءة متقدمة طبعا على الولاية، كن أول مرة يتبرأ فيما بعد حتى يتولى. الأرض التي فيها ما فيها كن تنظف أولا حتى تكون محلا صالحا للولاية. هذا يعني ما يمكن أن يقال أنه سيد الأعمال التي تشخصت في أيام الإمام عليه السلام، أنه حدد للطائفة خصوصيتها في عقيدتها، ومن ثم مدهم بما مدهم من علومه، حتى أن الشيخ المفيد رحمه الله ذكر قال لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين من علم الدين والآثار والسنة وعلم القرآن والسيرة وفنون الأدب ما ظهر عن أبي جعفر عليه السلام، وروي عنه معالم الدين أو روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين، وصار بالفضل علما لأهله تضرب به الأمثال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لسماحة الشيخ على هذه العبارات اللطيفة والجمل التي تدل على المكانة العلمية عند الإمام الباقر عليه السلام في نفوس المسلمين. شكرا جزيلا سماحة الشيخ، ونرجع المداخلات إن كان هناك مداخلات إلا ما بعد الانتهاء من الأوراق البحثية كاملة. البحث الثاني للأستاذ الدكتور سرحان شفات سلمان، عضو مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات والأستاذ في جامعة القادسية، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الحاضرون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعل مما يؤذي نواظركم المباركة أن تتكرر إطلالتي عليها لمرتين في هذا اليوم، فأستميحكم عذرا، وهذا لموجبات المسألة. مداخلتي التي حدد لي السيد رئيس الجلسة دقائق معدودة، مداخلتي بعنوان الجهود الإصلاحية للإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الباقر مؤسس مدرسة الإصلاح في الحضارة الإسلامية. ربما قبل أن أتحدث عن النصوص الباقرية الشريفة في الإصلاح، ربما كان من أكثر مهمات المدرسة الأموية
الإطاحة بمفهوم الصلاح، وصولاً إلى قضية أنه من لم يكن صالحاً لن يكون مصلحاً. فكانت مهمة المدرسة الأموية ضرب قضية الصلاح في المجتمع الإسلامي. أتذكر وتتذكرون ذلك الشاعر اليماني الساخر من معاوية بن أبي سفيان في قصيدته التي يقول فيها: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة عن الرجل اليماني، أترضى أتغضب إذ يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني؟ وأشهد أن إلك، والإل هو الرحم، وأشهد أن إلك من زياد كإل الفيل من ولد الأتاني. معقول أمير المؤمنين يغضب إذا قيل له كان أبوك عفيفا ويرضى بأن يقول له كانت سمية صديقة لأبيك وأنجبت لك أخا يسمى بزياد؟ هذا ضرب للصلاح ولصورة أمير المؤمنين. اللقطة الثانية إذا صح تسميتها بهكذا، أو الرواية الثانية، النعمان بن بشير الأنصاري كان من الأنصار، وكان الوحيد الذي لم يبايع أمير المؤمنين على خلاف الأنصار رضي الله عنهم الذين استقتلوا دفاعا عن أمير المؤمنين وعن حقه، وكانوا أنصارا مخلصين صادقين له، إلا النعمان شذ عنهم وبايع معاوية. النعمان بن بشير الأنصاري هذا الرجل يوم للأيام دخل إلى المدينة فوجد المطرب يغني بقصيدة قيس بن الخطيم، وقيس بن الخطيم من الشعراء الجاهلين، وكان يتغزل بأم النعمان ويحب أم النعمان في قصيدته التي مطلعها: أجد بعمرة غنيانها فتهجر أمشانها أشانها. فوصل إلى البيت الذي يقول فيه: عمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها فأحدهم لكز المطرب، لكزه، قال له: يا لكع، هذه أم الأمير؟ فقال له النعمان: وإن كانت أمي حسنة المظهر عطرة الثياب تنفح بالمسك أردانها، شنو ذا غنى باسم أمي؟ ما لا يضرني مطلقا. وهذا من الصلحاء في الحضارة، من الصلحاء عبد الله بن عمر الذي وصفه معاوية بأنه وقذته العبادة وكان عابدا، ولكنه أبى أن يبايع أمير المؤمنين. لاحظ إظهار الصلاح بهذا المعنى لا قيمة للعبادة التي لا تستدل على الإمام الحق وعلى الطريق الحق. أنا دائما أقارن بين هذا الرجل عبد الله بن عمر وبين عمرو بن حريث الذي لعنه أمير المؤمنين وتوعده بأن يكون من أهل جهنم. هذا لم يكن مصليا وكان عرابيا وكان جلفا، وقال فيه أمير المؤمنين: هناك ستة نفر بايعوا ضبا سيقدمهم الضب إلى جهنم. هذا عمرو بن حريث له موقف أفضل من موقف عبد الله بن عمر العابد الزاهد حينما رأى والي الكوفة يريد أن يضرب السيدة زينب، قال له: ما تصنع يا أمير؟ قال: أضرب بنت أبي تراب. قال: أيها الأمير، المرأة لا تؤخذ بمنطقها بالجاهلية. هذا على سوءه له موقف أشرف من هذا. أقصد من هذا ومن روايات كثيرة، وطبعا من الروايات المضحكة التي أحضرتها ما أورده ابن الأثير وهو يتحدث عن سيرة الحجاج وعن صلاحه. الصلاح يعني تجاوز المهاجرين والأنصار والتابعين، حتى الحجاج كان من قمة الصالحين. يقول: كان يكثر من تلاوة القرآن ويتجنب المحارم، ولم يشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج. والله على الحجاج زين. لاحظ ضرب الصلاح، مفهوم الصلاح هو مقدمة منطقية لضرب مفهوم الإصلاح، لأن إذا كان هؤلاء يمثلون المثابة في الحضارة الإسلامية وفي الحياة الإسلامية، إذا كان الحجاج صالحا وكان الذي يغنى بأمه صالحا وكان الذي يرضى بأن يوصف والده بالزنا صالحا، فحينما تقول أن الإمام الباقر صالح، مثل هذا الادعاء في الأمة يحتاج إلى مئات وآلاف البراهين لإثبات أن هذا الصلاح
سيختلف عن ذلك الصلاح، لا سيما وأن هذا يعد وليا لأمر المسلمين، وهذا يعد قائدا للناس، وأن طاعته واجبة، وأن ما يقوله هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول المؤسسة الدينية التي أعقبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصرف النظر عن شرعيتها. طبعا هذا من دواعي حركة الإصلاح. النسق الثاني، وعلى شكل روايات طبعا نتحدث، النسق الثاني أيضا أورد صاحب الكامل في الجزء الرابع الصحيفة 51 بعد 100، يقول: لما غضب سليمان بن عبد الملك على الحجاج وأمر بعزله وقتل ذويه، وجد في سجن الحجاج 30,000 امرأة سجينة، وجد في سجنه 30,000 امرأة سجينة. من دواعي الإصلاح أيضا ما ورد في الرواية الآتية، يقول: لما كان السنة 99 للهجرة وفد أحد الجباة على سليمان فقال له: يا أمير المؤمنين، إني ما جئتك حتى نهكت الرعية وجهدت، فإن رأيت أن ترفق بها وترفه عليها وتخفف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها فافعل، فإنه يستدرك ذلك في العام المقبل. فقال له سليمان: هبلتك أمك، احلب الدرة، احلب الدرة، فإذا انقطع فاحلب الدمة. من الدولة الإسلامية عبارة عن شاك، احلب الحليب، إذا انتهى الحليب ماذا تحلب؟ الدم، يعني لا تبقي درهما واحدا في جيوب المسلمين. طبعا هذا أيضا سنجد أن هذا واحد من محفزات ومن دواعي حركة الإصلاح عند الإمام. المفكرون الصالحون للأسف في حالات يمثلون عقبة أمام حركة الإصلاح، وإصلاح الصالح أقسى وأصعب من إصلاح الفاسد، وأعتذر هذه قناعاتي الخاصة في هذا القضية. يعني إصلاح الصالح أحيانا أصلح من إصلاح الفاسد، لأن هوية الفاسد واضحة وهوية الصالح ملتبسة ومختلف عليها، وقد يقول لك قائل: هذا صالح. على سبيل المثال حركة المعتزلة، حركة المثقفين، شلون عبد الله بن عمر من ذكرنا أنه يوصف بالصلاح ولكنه بلا موقف، ما بايع ابن أبي طالب وبايع الحجاج، بايع قدم الحجاج، لأن الحجاج قال: أنا مشغول لا أستطيع أن أعطيك يدي لتبايع، بايع قدمي، فمد يده إلى وبايع قدمه وقال: من بات ليله وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية، ويأبى أن يمد يد اليد أمير المؤمنين. هذا صالح يشهد له بالصلاح 1,000,000 إنسان على الأقل، صحيح لو لا؟ فصلاح الصالح وإصلاحه أقسى وأصعب من صلاح الفاسد. صلاح المغنيات اللات الإمام الباقر كان يدعو إلى أغلاق دور الملاهي والمعازف في مكة والمدينة التي تحولت بفعل السياسة الأموية إلى مبغى كبير، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومكة المكرمة تحولت إلى أماكن للهو وللفجور، بل إن بعض الشعراء كان يقف في مكة المكرمة إذا مرت الحاجة يتغزل بها شعرا: من اللات لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلا. واقف يم الحجر الأسود أتخيله يكتب قصائد غزلية في النساء، والدولة تؤمن على ذلك، وترى هذا شأنا لا 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 يختلف، لا يختلف عليه. المفكرون الكبار المعتزلة، الإمام الباقر سلام الله عليه لقي عنة في ضرورة أن يكونوا مواطنين صالحين ومسلمين صالحين، وقد أشار المؤلف المصري على اختلافنا مع منطلقاته الفكرية ومقولات اللي فيها خطأ كبير أحمد أمين إلى هذه المسألة، قال: إن خطر المعتزلة
كان لا يتمثل في مقولاتهم حول الجنة وحول النار وحول صاحب الخطيئة. يقول هذا ليس بالخطر الكبير، المسلمون لا يؤمنون بهذا، ولكن الخطر الكبير كان يتجسد في جرأتهم على الشخصية الإسلامية، وقد كانوا جريئين جدا في انتقاد مواقف أمير المؤمنين والإشكال عليها. وقد أفادت الدولة الأموية التي لا تؤمن بالتفكير الحر من المفكرين الأحرار في ضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهكذا تحول المفكر الحر إلى مطية، هاشاكم، إلى الدولة الأموية التي وصفها الجاحظ بأنها كانت عربية أعرابية، يعني دولة الأجلاف المركوزة في الجاهلية، لأن ما هو أعرابي مركوز وين؟ بالجاهلية، وما هو مسلم مركوز بالقرآن والسنة. هذه الدولة المركوزة في الجاهلية استفادت من المفكر الحر وامتطته وحولته إلى أداة لعرقلة حالة الإصلاح في الدولة الإسلامية وفي الأمة الإسلامية، وحولت صورة أمير المؤمنين على يد هؤلاء المفكرين إلى صورة استفاد منها بنو أمية، كأنهم كانوا يقولون نحن وبس إحنا نشكل على علي بن أبي طالب، هذول المفكرين الأحرار العظماء الكبار يشكلون إشكالات كبيرة على أمير المؤمنين، فأفادت منهم. ولأن الجماعة الشيعية لم تخلو، للأسف لم تخلو مما ينبغي أن تكون خالية منه، فقد واجه مشروع الإمام الباقر سلام الله عليه، طبعا أنا أعتذر أمام أكثر من 25 صفحة فما أتلو منها إلا بالمتسع، فقد لقي الإمام الباقر سلام الله عليه من بعض مدارس الشيعة عنة، ولا سيما من الغلاة، وكان يسميهم بأسمائهم ويبرأ إلى الله منهم. وقد استفاد الفكر الأموي الطامح إلى الإطاحة بصورة الإمام الباقر كثيرا من صورة من مقولات الغلاة الشيعة، ولا سيما في تأليه الأئمة وفي الإشارة إلى ما لهم من أشياء لم يدعي الأئمة ولم يرضى الأئمة سلام الله عليهم أن يقال فيهم هذا القول أو أن تكون لهم هذه الأشياء، وله سلام الله عليه مناظرات مع هؤلاء والبراءة منهم والإشارة إلى أن فلانا كان من الكذابين وأن فلانا كان من الكذابين. الفئة الأخرى التي استهدفتها أيضا حركة الإصلاح هي فئة المرجئة، ولاحقا سيكون هؤلاء يسمون بأصحاب الحديث، وسيكون لهم شأن كبير في دعم الدولة الأموية ثم الدولة العباسية ثم الدولة العثمانية، ثم إلى يومنا الحالي الفكر الإرجائي ما زال يشتغل. وخلاصته أننا لا نخوض فيما شجر بين القوم. يا هند فاستمعي لي، إن سيرتنا أن نعبد الله لا نشرك به أحدا، نرجي الأمور إذا كانت مشبهة ونصدق القول في من جار أو عند. المسلمون على الإسلام كلهم والآخرة، أما علي وعثمان فإنهما عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا. اثنيناتهم في نفس القضية، وبعد رب العالمين هو الذي يفصل في هذا. وكان هذه اللاموقفية من أكثر دواعي تمييع البناء الإسلامي وتحويل البنية الإسلامية العقلية الفكرية إلى بنية هشة، إلى بنية هشة. ولكن ها هنا ملمح أنا أود أن وشبهة ربما تتعلق عند بعض أحبائنا وأصدقائنا ولداتي وأصحابي من الدارسين. أقول دائما نحن نثير شبهة عليك بالابتعاد عن مراكز الفعل في الدولة لكي تنجو ولكي تبقى كريستالا. هذا لم يكن في فكر الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام الباقر مؤسس النظام المالي للدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية التي كانت مخترقة وكانت خاضعة وكانت تدفع الجزية من أيام معاوية بن أبي سفيان، كانوا يدفعون الجزية للنصارى. بدأت عملية الابتزاز تتصاعد من دفع الجزية إلى أن العملة، التهديد بسحب هذه العملة الأجنبية ومنع وصولها،
فكانت الدولة الإسلامية في حيرة لولا حل الإمام الباقر سلام الله عليه وتوجيه الإمام الباقر في سك العملة والإشارة على الخلافة الأموية، وهو الإمام الباقر أعلم الناس بطبيعة هذه الخلافة وبسوء هذه الخلافة، لكن إصلاح المبدأ وتقديم المصلحة العليا أهم من النظر إلى سير الأفراد الذين قد يكونوا سيئين وقد يكونوا غير موفقين في إدارة الدولة. وفي خبز الشعير كفاية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور سرحان شفات سلمان، عضو مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات، على مداخلتي هذه. شكرا جزيلا لكم. الله رحمة. البحث الأخير للأستاذ الدكتور جمعة الحمداني من جامعة ذيقار، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان البحث: دور الإمام الباقر عليه السلام في مواجهة الانحراف الفكري. الحديث عن دور الأئمة عليهم السلام ومواقفهم الفكرية ومواجهتهم للانحراف، خاصة الانحرافات الكبيرة التي حصلت أيام استيلاء الأمويين على السلطة، من تشويه للحقائق وتزوير وتدليس للأحداث، هو ليس بالحديث العابر عن أشخاص عاديين ذات خصوصيات محدودة، وإنما هو حديث عن أئمة عظام، هم امتداد للرسالة الإسلامية، هم امتداد للنبوة، الأئمة الكرام عليهم السلام، فهم ذات عناوين كبيرة، هم بيت النبوة وهم معدن الرسالة. وليس بوسع أي باحث أن يستوعب كل حياتهم الفكرية في بحث ويختزلها في مبحث معين. لهذا اقتصر البحث على مبحثين: أولاً بيان الأسباب التي أدت إلى حصول هذا الانحراف الكبير، وخاصة الانحراف الفكري الذي حصل أيام الدولة الأموية، وملامح هذا الانحراف وأسبابه، وهي أسباب كثيرة بدأت منذ تسلم الأمويين للسلطة، بل وربما تسبق هذا الزمن. أما المبحث الثاني فهو يتحدث عن الدور الكبير الذي أنيط الإمام الباقر عليه السلام، أو أوكل الإمام الباقر عليه السلام، لأن الدور الذي يعني أوكل الإمام الباقر أو الدور الذي وجب عليه هو دور تغييري، لأنه الأئمة أئمة المرحلة الأولى بيّنوا مدى الانحراف الحاصل أو مدى استيلاء الحكام على السلطة، ولم يطبقوا من الإسلام شيء، مجرد أنهم يحكمون باسم الإسلام. فلذلك كان دور أئمة المرحلة الأولى هو فضح هذا الدور. أما إذا صح التعبير أنه نسميه أئمة المرحلة الثانية، أئمة التغيير، والتي تبدأ من الإمام الباقر عليه السلام، فهي مهمة فكرية أكثر مما تكون مهمة سياسية أو عسكرية. لذلك يجب علينا نحن إذا أردنا أن نقيم فكر أهل البيت بشكل واضح، أن لا ننظر إليهم على أنهم قادة سياسيين
يفكرون فقط أو نفكر فقط نحن في كيفية عدم حصولهم على السلطة أو روايات اغتصاب السلطة، لأننا في هذه الحالة سنفرغهم من محتواهم الرسالي ونحولهم إلى قادة تقليديين، بينما هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تأتي لأجل السلطة أو لأجل الحصول على مغانم. لذلك من المقطوع به أو من المؤكد لدارسي التاريخ أن قصر الفترة التي جاء بها أو التي عاشها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهراني مجتمع المدينة لم تكن كافية لتحقيق العملية التغييرية. ليس من السهولة التغيير، التغيير شيء كبير جدا، يعني مفاهيم الجاهلية والعادات القبلية لم يكن لها أن تتغير خلال 10 سنوات إذا قصدنا فترة المدينة، أو 23 سنة فترة العهد المكي أو العهد المدني. فلذلك يجب أن يكون هناك امتداد لإكمال هذه النبوة والرسالة الإسلامية من خلال دور الأئمة عليهم السلام. ومن هنا فإن من بداءة الأمور أن يتخذ الإسلام موقفاً إيجابياً لضمان سلامة خط سير الحركة الإسلامية التاريخية وصحة بناء الأمة الإسلامية وتعميق وعيها وانفتاحها على مطالب الرسالة الإلهية الخاتمة. وهذا لا يتأتى بطبيعة الحال إن لم تعهد القيادة الفكرية والسياسية إلى أشخاص ينهضون بالدور الذي نهض به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلال هذا الوعي ينبثق دور الأئمة عليهم السلام. كيف حصل الانحراف الفكري الكبير في الدولة الأموية أو منذ بداية تسلم الأمويين للسلطة؟ في حقيقة الأمر تعد حالة الوضع في الحديث أو اختلاق الحديث من أهم المشاكل التي واجهت المجتمع الإسلامي والتي استطاع الأمويون خلالها أن يغيروا كثيراً من مفاهيم الدين لصالح الفكر القبلي أو الجاهلي الذي كانوا يحكمون فيه. حالات الوضع في الحديث أو اختلاق الحديث هي من أسوأ حالات الانحراف الفكري، لذلك نجد أن الكتب مليئة وتزدهر بذكر هذه الحالات، وهي لها جذور، جذورها تبدأ منذ استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما منع تدوين الحديث. ومنع تدوين الحديث خلق نوع من الفراغ الفكري، يعني الحديث لم يدون إلا بعد مرور أكثر من 100 سنة، وهذا الفراغ يعني جعل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتينا من عدة وساط ولم تأتينا مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نجد أن الكتب والمصادر مزدحمة بذكر حالات الانحراف التي حصلت. يذكر ابن أبي الحديد يقول: قال أبو جعفر الإسكافي إن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله، فاختلقوا ما أرضاه، ومنهم أبو هريرة والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير. ومن الأحاديث الموضوعة من جراء هذه السياسة ما رواه عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل العباس وعلي فقال: يا عائشة، إن سرك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا، فنظرت فإذا بالعباس وعلي ابن أبي طالب. وقال معاوية للمغيرة عندما طلب منه الأخير، المغيرة بن شعبة كان داهية، في أحد الأيام جاء إلى معاوية وقال له: خفف الضغط على بني هاشم. فقال معاوية للمغيرة عندما طلب منه الأخير: ترك إيذاء بني هاشم لأنها أبقى لذكره.
قال: هيهات هيهات، أي ذكر أرجو بقاؤه؟ ملك أخوتين فعدل وفعل ما فعل، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: أبو بكر. ثم ملك أخو عدي فاجتهد وشمر 10 سنين، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: عمر. وإن ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة هذا مصطلح يعني اسم يعني من أبي كبشة، شخصية من شخصيات الجاهلية، هذه الشخصية كانت مختلفة مع قريش وأطلقوا عليها هذا اللقب لأنه كان على خلاف فكري مع قريش فسموه أبي كبشة. وإن ابن أبي كبشة وهنا يقصد معاوية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليصاح به كل يوم 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله، فأي عمل يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا؟ يعني 5 مرات في اليوم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المشكلة التي كان يعاني منها معاوية، كيف يستطيع أن يلغي هذا الأمر؟ فيكمل حديثه فيقول: لا أبا لك، يقول للمغيرة، والله لا والله إلا دفنا دفنا، يعني أريد أن أدفن كل آثار ومحو فضائل بني هاشم. وأيضا يروي أبو جعفر الإسكافي عن معاوية إنه بذل لسمرة بن جندب 100,000 درهم، حتى يروي هذه الآية إنها نزلت في علي بن أبي طالب: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم وهو قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فلم يقبل فبذل له 200,000، فلم يقبل فبذل له 300,000، فلم يقبل فبذل له 400,000، فقبل وروى ذلك. وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام الباقر عليه السلام: أما قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، إنها نزلت في علي بن أبي طالب حين بذل نفسه لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة اضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما طلبته قريش. لذلك عمل الأمويون طيلة فترة حكمهم على إخفاء الحقائق وتزييفها، بل إنهم لم يكتفوا بذلك، بل اتخذوا إجراءات رادعة بحق من يخالف هذه الأفكار. وبلغ الخوف ذروته إن بني أمية منعوا إظهار فضائل علي عليه السلام وعاقبوا على ذلك الراوي له، حتى إن الرجل إذا روي حديثا لا يتعلق بفضله بل بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه، فيقول: عن أبي زينب عن يوسف عن يونس بن عبيد قال: سألت الحسن، يعني الحسن البصري، قلت: يا أبا سعيد، إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لم تدركه. قال: لا يا ابن أخي، لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى، طبعا كان في زمان الحجاج، كل شيء سمعتني أقول قال رسول الله فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا. إذن وصلت الحالة إلى أنه لا يجوز ذكر علي حتى في الأحاديث التي لا تتعلق بفضائل علي، وإنما بالأحاديث التي تتعلق بالشرائع الأخرى. كان من نتائج هذه السياسة أن نسي الناس أبسط قواعد الدين، حتى أنه في الصحيفة السجادية نجد أنه للإمام السجاد عليه السلام يقول: اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها، حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا،
وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهات شرعك وسنن نبيك متروكة. إذن هذا يؤكدها الإمام السجاد عليه السلام أنه حتى سنن النبي تركت، حتى أنه يعني روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خلوا بمصحفيهما في بعض الأودية لأتيا الناس اليوم لا يعرفان شيئا مما كان عليه. يعني تغيير كبير حصل في المجتمع وانحراف كبير حصل في المجتمع أيام الحكم الأموي حتى عن الشرائع الإسلامية الصحيحة والتعاليم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل إنه روي عن الزهري نفسه إنه قال دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو وحده يبكي، فقلت ما يبكيك؟ قال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. يعني حتى الصلاة يبدو أنها أصابها الكثير من التغيير. وخطب ابن عباس في خطبة له في البصرة في آخر رمضان فقال أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا شيئا عن هذه الصدقة. فقال من ها هنا من أهل المدينة؟ يعني يسأل الحاضرين منهم من أهل المدينة، لأن أهل البصرة لا يعرفوا شيئا عن صدقة الفطرة. فقوموا إلى إخوانكم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصدقة. من هنا يعني إن الصلاة التي هي عمود الدين وتقام 5 مرات في اليوم لم يعرفوا منها سوى قبلتهم، وإن زكاة الفطر التي أوجبها الله مرة واحدة في كل عام لم يعرفوها ولم يسمعوا بها، فكيف يتذكرون سنته؟ إذن هناك تطبيق فعلي لكلام معاوية لا والله إلا دفنا دفنا. هنا يتضح لنا حجم الحصار السلطوي الكبير المفروض على فكر أهل البيت عليهم السلام. يعني حتى مالك ابن أنس لم يروي حديثا عن جعفر الصادق عليه السلام حتى ظهر أمر بني العباس. هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه هناك حصار كبير على فكر أهل البيت عليهم السلام. ثم بعد ذلك عندما بدأت عملية تدوين الحديث وبدأ الأمر ببداية كتابة الحديث كثرت الأحاديث إلى درجة كبيرة لا تطاق، خاصة في القرن الثاني أو في القرن الثاني الهجري اللي هي فترة الإمام الباقر عليه السلام. هذه الفترة يعني كثرت فيها الأحاديث وكثر فيها التزوير، لأنه يعني الناس الذين كانوا من الصحابة ومن التابعين يكونوا قد ماتوا في تلك الفترة، فمعظم الأحاديث كتبت من ناس هم لا يمثلون أبناء مكة وأبناء المدينة وليس من أبناء الصحابة. حتى أن الأحاديث على كثرتها أن إمام المحدثين عند أبناء السنة شعبة بن الحجاج يقول 9 أعشار الحديث كذب على كثرتها وعدم صحتها. 9 أعشار الحديث كذب، يعني 90% من الأحاديث هي أحاديث غير صحيحة. حتى الإمام مالك نفسه مالك بن أنس يقول تحدثت بأحاديث لوددت إني لو ضربت بصوتين عن كل حديث ولم أحدث بها. هذا ماذا يدل؟ دليل على عدم قناعته بهذه الأحاديث التي تحدث بها، أو أنه كان مجبورا عليها في تلك الفترة. إذن يتضح لدينا حجم التزوير الذي حصل في تلك الفترة. ماذا كان دور الإمام الباقر عليه السلام؟ هذا الانحراف الكبير الذي حصل وهو انحراف يعد انحراف فكري بالدرجة الأولى. كان دور الإمام الباقر عليه السلام عليه أن يواجه كل هذه التناقضات المنحرفة التي تعيشها الأمة في أوضاعها وفي تصوراتها. لذلك كان الإمام الباقر عليه السلام كان يواجه لونين من الانحراف، انحراف على الصعيد السياسي متمثلاً بالجهاز الحاكم والدولة، وانحراف خطير في اتجاهات الأمة وجهلها بواقع الرسالة. هاي مشكلة أخرى، إنه الأمة كانت جاهلة بواقع الرسالة ولم تعلم حتى أبسط قواعد الدين حتى من قبل أتباع أهل البيت، حتى أن قسم كبير كان من أهل الكوفة وكانوا يعتقدون أن مجرد الخلاف ما بين علي بن أبي طالب عليه السلام ومعاوية هو مجرد صراع ما بين بني هاشم وبني عبد شمس. فقام الإمام الباقر عليه السلام بدور جبار لصيانة الإسلام والحفاظ على التجربة الإسلامية، وعمل بشكل
عام على خطين رئيسيين للوقوف بوجه هذا الانحراف الذي لم يدركه إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار. انحراف إن شاء الله. إذن الخطان الرئيسيان اللذان عمل عليهم الإمام الباقر عليه السلام كان عليه أن يوظف لذلك نشاطه وتمثل في خطين: خط تحصين الأمة ضد الانهيار بأيدي أناس غير مؤهلين لقيادتها وإعطائها القدر الكافي من المقومات لكي تواصل مسيرتها في الاتجاه الصحيح، والخط الثاني هو خط محاولة تسلم زمام التجربة وزمام الدولة ومحو آثار الانحراف وإرجاع القيادة الكفوءة إلى موضعها الطبيعي. لذلك ركز عمل الإمام عليه السلام ونشاطه على إصلاح الواقع الفاسد الذي كان يدور حول محورين: المحور الأول هو محور عام، محور النشاط العام، والمحور الثاني هو محور أتباع أهل البيت وهو محور خاص. يتمثل النشاط العام بالإصلاح الفكري والعقائدي، فبعد نشوء التيارات السياسية والفكرية المنحرفة تطلب الأمر إصلاحاً فكرياً وعقائدياً يتراوح ما بين رد الشبهات والأفكار المنحرفة من جهة وبيان البديل الصالح والفكر السليم من جهة أخرى. علينا كذلك أن لا ننسى أن الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تمتلك وعياً عقائدياً كاملاً، وإن أقصى ما أفادته منه هو عاطفة رسالية أخذت تتطاول بعد وفاته نتيجة للأخطاء والتقصيرات المتراكمة والمتلاحقة. هذه التقصيرات والأخطاء قد لا يحس بكل واحد منها على حدة، لكنها حين تتراكم تتحول إلى واقع فاسد، والواقع الفاسد يتحول إلى فتنة كما حدث في قضية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في معركة الطف. لذلك كان مجيء الإمام الباقر عليه السلام إيذاناً بمباشرة مهامه التغييرية، يعني المهمة الكبرى التي كان موكل بها الإمام الباقر عليه السلام هي قضية التغيير، حيث كانت الأمة تتطلع إليه بوصفه واحداً من أبناء أولئك الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لكي يوقفوا موجة الانحراف التي كادت أن تطمس معالم الإسلام. إذن جاء الإمام الباقر عليه السلام ليستثمر كل المعاني والجهود التي توضح للمسلمين أن تلك الإنجازات الكبيرة والتضحيات العظيمة لم تكن في وقت من الأوقات مجرد أعمال شخصية وعفوية قام بها أشخاص لنصرة الإسلام. من هنا يمكن اعتبار جهود الإمام الباقر عليه السلام استمراراً وتصعيداً لبناء بدأه على أئمة السابقون عليهم السلام، مستفيدا من المكاسب التي حققوها في هذا المضمار. فالخط التاريخي المتمثل بتضحيات وجهود أئمة المرحلة الأولى أكسب الإمام الباقر عليه السلام المكانة الرائدة عند الأمة الإسلامية. لذلك كانت مهمة الإمام الباقر عليه السلام تتضمن عدة أساليب وعدة نقاط. الوقت ضيق على عجل. النقطة الأولى هو المواجهة العلنية للحركات المنحرفة، هذا على النشاط العام. فقد واجه الإمام الباقر عليه السلام حركة الغلاة التي نشطت بقيادة المغيرة بن سعيد العجلي. وأيضا المهمة الثانية بعد هذه المهمة هو نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أصابه ما أصابه خلال فترة المنع، فترة المنع اللي هي دامت أكثر من 100 سنة. نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلام يدعو إلى أخذ العلم من مصادره النقية. ولم ينسى الإمام الباقر عليه السلام أيضا حتى مسألة نقد الآخرين المخالفين له من قضية السند، إنه عندما تتحدثون يا آل بيت الرسول دائما تقولون قال رسول الله، أو تقولون كلام ينسب لكم مباشرة. فلذلك قال: لو كنا نفتي الناس برأينا لكنا من الهالكين، ولكنها آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل علم نتوارثها كابر عن كابر، نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم. وروى الشيخ المفيد بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن مسألة السند قال: قلت لأبي جعفر إذا كان حدثتني بحديث
فأسنده لي. فقال: حدثني أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل، وكل ما أحدثك بهذا الإسناد هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في الإرشاد روى المفيد روى عليه السلام إنه سئل عن الحديث، سئل الإمام الباقر يعني، سئل الإمام الباقر عليه السلام عن الحديث ترسله ولا تسنده، فقال: إذا حدثت الحديث فلم أسنده، فسندي فيه أبي عن جدي عن أبيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن الله عز وجل. أيضا من ضمن الأساليب التي اتخذها الإمام الباقر عليه السلام في مواجهة يعني ودوره الكبير في معالجة الانحراف، هو أنه عمل على إيجاد عامل التغيير الإخلاقي معتمدا على تقديس الأمة لنبيها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قام الإمام من أجل تحقيق مهامه التاريخية باتباع أسلوب التثقيف الموسع من داخل مدرسته التي أسسها لهذا الغرض. أكتفي بهذا القدر لضيق الوقت، ولا أدعي أنه أعطيت البحث حقه، هذا ما استطعت الوصول إليه، وأشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور جمعة الحمداني من جامعة الديقار على بحثه. والآن نفتح باب المداخلات إذا كانت هناك ثمة مداخلة حول الأبحاث التي قرأت. مداخلة. أفضل سماحة الشيخ، سماحة السيد، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الرجاء من الأخوة الأكاديميين أم أساتذتنا وأصغر واحد في القاعة هو أستاذي أن يذكروا الأئمة عليهم السلام الذين لم تتسنى لهم الفرصة أن يذكروا شيئا، المندوحة والوقت. هل أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه لم يعرف أحكام الحج ويعطيها إلى الشيعة؟ بل بالعكس، كل أحكام الآن يعتمد الفقه على رواية الشبلي، تذكروها أخواني، أنا تلميذكم أصغر واحد، هذا الشبلي في زمن الإمام زين العابدين عليه السلام لما حج قال: لا أحاججت يا شبلي؟ قال: نعم. قال: تعال أمي، خلي أقول لك، أنزعت ثوبي الإحرام ولبست أنزعت ثوبيك العادين ولبست ثوبي الإحرام؟ قال: نعم. قال: طيب، هل نويت أن تنزع ثوبي الذنوب وتلبس ثوبي التوبة؟ قال: لا. قال: لم تحج. وبدأ الإمام، أنا لست باحثا لكن استطرادا، وبدأ الإمام إلى أخذ سلام الله الإمام زين العابدين لم لكن أرجو من الإخوة الأكاديميين خصوصا هم أساتذتنا أن يذكروا المندوحة والوقت، المندوحة والوقت لم تحصل للإمام، بل بالعكس الإمام زين العابدين جهاد، لاحظوا رسالة الحقوق، لاحظوا الصحيفة السجادية العظيمة، لكن الفرصة المندوحة والوقت. جزاكم الله خير الجزاء، موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا سماحة السيد، شكرا جزيلا. هل من مداخلة أخرى؟ إذن شكرا لكم ولحسن استماعكم، نترككم الآن مع حفل ختام هذا المهرجان المبارك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسادة الباحثين ولرئيس الجلسة. سعيا منها إلى إحياء مناسبة ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه السلام، تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة متمثلة بقسم الشؤون الدينية وقسم الشؤون الفكرية والثقافية مهرجان الإمام الباقر عليه السلام الثقافي الخامس، والمنعقد تحت شعار: الإمام الباقر خازن العلم ومنتهى الحلم. خير ما نستهل به ختام مهرجان الإمام الباقر عليه السلام الثقافي الخامس آيات بينات
من الذكر الحكيم يعطر أسماعنا بها قارئ العتبة العباسية المقدسة المقرئ ليث العبيدي، فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن
الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. لنا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا للقارئ ليث العبيدي على قراءته العطرة. عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا سليمان، أتدري من المسلم؟ قلت: جعلت فداك أنت أعلم. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال: وتدري من المؤمن؟ قلت: قال قلت أنت أعلم. قال: المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم، والمسلم حرام على المسلم أن يظلمه أو يخذله. البيان الختامي والتوصيات الخاصة بالمهرجان يتفضل بقراءتها الأستاذ الدكتور رياض العميدي، رئيس مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات. فلنستقبله محفوفا ومكللا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
توصيات مؤتمر الإمام الباقر عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أما بعد، أولاً يوصي المؤتمرون بضرورة إقامة هذا المهرجان سنوياً، وأن يتحول من صيغة مهرجان إلى مؤتمر دولي سنوي يعنى بالإمام الباقر عليه السلام وجهوده الجليلة في نواحي الحياة المختلفة. ثانياً، دعوة الجامعات العراقية والمؤسسات البحثية إلى أن تعنى بشخصية الإمام الباقر عليه السلام وخطابه وجهوده في السياسة والاجتماع والتفكير والإصلاح. ثالثاً، التوصية بطبع أعمال هذا المهرجان والإشارة إلى أنها جزء من سلسلة متصلة دأبت العتبة على إخراجها والعناية بها تيمناً بأثر هذا الإمام الهمام في إثراء حياة المسلمين في نواحيها كافة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكراً للأستاذ الدكتور رياض العميدي. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب. وختامها مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختام مهرجاننا هذا توزيع الشهادات التقديرية والجوائز على السادة الباحثين والمشاركين. يتفضل سماحة السيد ليث الموسوي عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة لتوزيع الجوائز على المشاركين. فضيلة الشيخ علي الغزي دام توفيقه. فضيلة الشيخ علي موحان دام توفيقه. شكراً لسماحة السيد ليث الموسوي جزاه الله خيراً. يتفضل فضيلة الشيخ صلاح الكربلائي رئيس قسم الشؤون الدينية بتوزيع الجوائز على المشاركين. الأستاذ الدكتور سرحان شفات المحترم.
عليك سلام. دكتور جمعة ثجيل حمدان المحترم. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ صلاح الكربلائي جزاه الله خيرا. يتفضل الأستاذ الدكتور عباس الددة عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة لتوزيع الجوائز على المشاركين. القارئ ليث العبيدي يتفضل مشكورا. درع إلى مركز العميد الدولي يتسلمه الأستاذ الدكتور رياض العميدي. درع لدار الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لجهودهم العلمية تسلمه الأستاذ الدكتور أحمد صبيح. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عباس. نحب أن ننوه أن القنوات الفضائية سوف تصلهم دروعهم إلى قنواتهم جزاكم الله خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.